هلا حياك الله، هلا بيك. الله يسلمك. تفضل تفضل. يا هلا بيك. مواليد 65، خريج معهد تكنولوجي انبار. بعدين صرت صاحب محل اكسسوارات، محل مواد خياطة وتطريز واكسسوارات. هذا المحل هو صار رزقنا، يعني انا لي شخصيا من 89 بديت به. جدي وابويا لا، كنا قريب من الجامع الشرقي، كانت على وعدنا اللي هي مال تمن وحباب ومحامل وغيره، والمحلات المقابلة بيها مواد غذائية كاملة، يعني كانوا يجهزون من أهل القرى كلهم يجون يأخذون من هاي العلاوي. العلوة قديمة جدا، يعني ما جزء من 1920 هي كبار المحال. يعني كان الشاط بتشرين يزيد يثير، يعني كان يوصل هالسباب الغربي ويا السد، كان يوصل هسه ويا الرصيف ماله الجرف، كان المي ليها الدرجة ويتنظف. يعني تجي أوقات ما يبقى وسخ كل شيء بالشط، ليش من يزيد يثور يصير حتى المي أحمر، المي ماله أحمر الشط وسريع. هيا احنا وعنا لمرة حتى الجسر مال الدولاب تفلش على زيادة الماء. هسه نكمل ريو ان شاء الله ونروح للمحل مالنا ونكمل المهنة مالتنا اللي احنا انا اختصيت بيها كشخص، انا يعني مو ابويا وجدي، والله كريم ان شاء الله. هسه احنا طالعين رايحين للمحل، هسه نروح كملنا ريوق ونروح نشوف لكم المحل والشغلات اللي نشتغلها بالمحل كلنا. نروح جميعا. هسه وصلنا احنا هسه بشارع الحمام، محلات بيتورش هاي القطعة مسجلة فوق كذا. التجارة كانت أيام زمان بالسبعينات وقبل، كانت جوا بالجادة يسموها من جامع الشرق وهي جاية، كانت التجارة هناك. كانت عندنا علوة احنا موجودة بيها أحباب، بيها محامل، بيها تمر، بيها تمن أشكال، ومقابلة محل همتين مال مواد غذائية كاملة. القرى مالهيت كلها تقريبا تأخذ من عندنا، وأكثرها المحمدي وأبو طيبان يأخذون من عندنا. بال76 فكرنا ان ننزل جوا، لان كان بيتنا بشارع الحمام وكان ما يسموه شارع الحمام قبل. بنينا بال76 محلات ونزلنا هنا لشارع الحمام، كان ما يسموه شارع الحمام، كان عندنا وكالات مال مواد غذائيه، فيريدون الوكالات مال هذا. اقرب نقطه داله شنو؟ كان اكو حمام براس الشارع موجود
يسموها. فالنقطة الدالة هي شارع الحمام، فصار شارع الحمام نسبة للنقطة الدالة اللي موجودة هي الحمام الموجود برأس الشارع. هاي إلى أن جينا بنينا هنا المحلات مالته، اللي أنا استلمت المحل مو أبويا ولا جدي ولا عمومتي، أنا استلمته من 89. عمومتي كانوا بيه من 76 إلى حد هذا الوقت، اللي توفى توفى واللي هذا. فبال 89 بعد تسريحنا من الجيش استلمنا المحل، وهذا المحل هسه نشوفكم إياه. راح نوصل محلات بيت وريش اللي هسه احنا محلاتنا بها تختلف عن قبل تجارتنا. هسه اكسسوارات، مواد خياطة، تطريز، شو اللي تريده موجود عن الأشياء المنزلية والعملية. شارع الحمام كان كل هذا بيوت من بدايته لنهايته، بيوت كان بس الله يرحم. كان عود عبد خليل عنده محل، وشحود عبد خليل وياسين جدي الله يرحمه عنده محل مع النجارة، فقط هذول الثلاث محلات اللي كانت موجودة بشارع الحمام. احنا بال 76 نزلنا اللي احنا وراهم صراحة، بنينا المحلات ونزلنا هنا. كان بس يعني موجود ساقية بالنص وترابي معثر، يعني فرع مال بيوت، مو لمبلط ولا شيء. بعدين اتطورت الحياة، بلطوها وسووا مجاري سووا هذا، إلى أن هاي صارت تقريبا العام أول عام صارت بهاي الصيغة شارع الحمام، صار مركز تجاري مهم بهيت، ويزوروه جميع اللي يطب هيت من برا، اللي كان أبناء كبار ولا أبناء أصغر يطبون هذا الشارع ويتبضعون من عنده، حتى لو يجون بس المشاهدة، وإنما مو بس اللي يجي يشتري. هاي هسه هاي محلاتنا، محلات بيت وريش. يعني أنا هسه هدايا، أكسسوارات، ألعاب أطفال، زهور، مستلزمات، خياطة، حياكة، تطريز، مكان خياطة، أنواع الحلي الموجودة وتحف. هاي هسه ورود موجودة عندنا، مزريات، مشمعات مع الأخشاب، مع اللاصق جدران، هاي لاصق تلزق على الثلاجات وغيره. وهنا حلي اللي اكسسوارات يسموها البرازيلي أو غيره، وهاي اكسسوارات كريستال موجودة من نبتوت، محابس، تراكي، خلخال، شو اللي تستدين موجود عندنا. حزام همتين ذهبي موجود، وموجود حزم اعتيادية. هاي شغلات اكسسوارات كاملة ملا. عندنا المواد الخياطة مثلا، عندنا هسه صوف موجود، هذا موسم الشتوي يصير صوف مال حياكة، وعندنا صوف مال تطريز، وعندنا مستلزمات البقية من تحف، أشكال موجودة بالمحل. أهلنا كانوا قبل، يعني والدتي عمتي قبل احنا نخيط اللحف، وقبل هماتين نسوي مال الملاحف مال الاطفال، ما شنو استخدموا يعني تطريز ما تطريز بالبيت. واللحف احنا كنا نسويها دوشق، اللحف هاي كلها احنا كنا نسويها. حتى كانوا جماعه من السعوديه جماعه اخذوا، وجماعه من الكويت جماعه اخذوا، يجون هنا يسوونها عندنا وياخذوها وياهم. لا هذا انا جدته، يعني مو على نهج اللي صار بي ابويا وجدي، لا انا جدته على غير شيء، على واقع الحال اللي موجود هسه اللي احنا بشارع الحمام. يعني هسه التجاره مال الغذائيه بقت هناك، مال التمن والعدس والهذا كله بالسوق جوا، يسموها الجاده احنا بهيت جوا القلعه بالضبط، الدار مدور شارع الجامع الشرقي وجاي. هذا ثابت. هنا ملابس كلها نسائية، ملابس رجالية، يعني لازم نحتاج اكسسوارات، مواد خياطة، نحتاج تحف، نحتاج هاي الشغلات مثلا مال عرسان، كل شيء اللي موجود احنا هسه نجهزه اللي موجود. هسه هاي سلال احنا شغله، شغل ايدينا. هاي سلة مال تقديم
سلم على تقديم هاي، هاي احنا شغل ايدينا، هاي هسه كلها شغل ايدينا، هاي اللي هسه موجوده بالمحل. نجي على مواد الخياطة، هاي مواد الخياطة شنو تريد عندنا؟ يعني ما يعني ما خليك توقف على أي شغلة، يعني مواد خياطة كاملة مكملة من الخرز للأبرة للمكينة للدانتيلات أشكال، من رفع نص أصبع إلى رفع خمس أصابع ست أصابع كاملة. شو اللي تريد موجود؟ كوكلات تطريز، شغلات مال تطريز، أبر، قصناع، نيل حياكة، كلها موجودة. شنو تريد موجود؟ بالإضافة إلى ذلك هسه هذا التول هم نستخدمه للمكمل المواد الخياطة على مود مثلاً مع الأعراس، يستخدموا البوب مع الأعراس مع الحفلات. والله إحنا هاي بدينا أنا من 89 أنا استلمت المحل كمواد خياطة وحياكة وتطريز وصوف وغيرها حسب الأصول. المواد اللي موجودة كلها موجودة عندي، شنو اللي يريد موجود. من آتمين أن قصناع إلى كوكلات تطريز إلى صوف حياكة إلى جميع المواد اللي موجودة عندي. أنا حبيت الشغلة فطورتها، يعني ضفت إلى اكسسوارات، ضفت إلى مواد أعراس غيرها، سلة مع التقديم، صينية مع الحنة، صينية مع الكيك، هاي كلها إحنا نشتغلها بيدينا. زخم العمل يكون وراء الظهر، يعني وراء العصر، لأن العالم الصبح اكثر بالدوام، واللي مثلا نايم نومه عميقه وهذا ورا العصر الناس تجي على الاطباء، الناس تنزل للسوق تتسوق وغيره، ولذلك الزخم يكون بعد اذان العصر. مواسم المهمه اللي عندنا احنا موجوده مثلا ايام الاعياد وايام المدارس، هاي المواسم المهمه عندنا يعني لازم نتحضر لها قبل فتره. يعني افتح الساعه تقريبا من 8 الى 8 ونص، نعزل على أذان أذن الظهر ورا شوية، نعزل ونروح نتغدى ونرجع تقريبا بالوحدة ونص الثنتين إلى ربع، نفتح إلى أذان المغرب، بعد أذان المغرب بشوي نعزل. هاي يومية استراحتنا الظهرية مثلا هسه الشتاء مثلا الوقت ضيق، يعني فات ساعة مو أكثر الظهر، أما بالصيف لا الوقت أكبر يصير، يعني يختلف التفتيحة مالته لأن الجو حار. الوقت الاستراحة بالليل، يعني هسه اكثر شيء استراحتنا احنا بالليل، يعني ورا نصلي نتعشى نصلي العشاء ونطلع على اصدقائنا على جماعتنا نتعلل. يعني هسه الشتاء وقت مدقوقه، وقت واحد راشي ودبس يلتهي بالامور اللي موجوده. اكو تطريز مثلا مال كوشات يختلف، تطريز مال مخديد يختلف، تطريز مال اورتيات مال وجه مال دوشق، اكو مال كرويتات، كل من يشتغل لي اللي يعجبه. واكو يسووها بصمات، يعني بصمة للدشداشة النسائية مثل هسه هاي عندنا هيك شغلات، أمور هاي شغلات، هاي بصمات يستخدموها للتشاديش مال خياطة، خياطة التشاديش النسائية البناتي. هاي المواد الخياطة كوم، يعني شنو تريد موجود، دانتيلات وغيرها. أما التطريز، التطريز محصور بين يعني الرسم اللي هي ترسمه البنية وبين نوع هذا، اكو مثلا ترشف دوشك يختلف، مخده تختلف، كوشه تختلف، يعني كل شيء حسب هذا. وقسم مال الاطفال اشكالها ماتينا يطرزون بيها.
كنا قبل نعتمد على المستورد يعني، بس هسه لا، هسه احنا قمنا نشتغل حالنا حالهم يعني. هسه مثلا احنا دقم نكبس، عندنا كابسه مال دقم هسه، وشاح احنا نشتغله هنا، وشاح مال تخرج، وشاح مال قاده همتين احنا نسويه يعني. اكو علم عراقي جاهز، احنا هسه جاي نسوي مثلا مال هدايا، جهزنا المتحف حمدي عفتان برابطات مال الكشفيه ما يقارب همتين 18 ولا 20 احنا سويناها. هسه جهزنا ثامر الرسام هم نريد نعطيها هدايا وشاحات تتخلى على الكتف، همتين جهزناهم تقريبا 15 20. احنا كمثل هسه البارحه واليوم يعني جهزناها، ولا مال تخرج كامله، قبعه، روب، درع، ماسكه مال هدايا، شو اسمه، بروش يتخلى بالصدر، هاي كل احنا نشتغل بدينا. الحاسبه قسم، وقسم يعني الات، وقسم لعب اليد، كل شيء بشغله. يعني انتم استغليتوا التطور بالضبط. احنا شو نشوف مثلا نقدر نسوي مثله او نطوره بعد احسن. والله اسعارنا كلها زينه، ماكو شيء غالي حيل يعني، اسعار مناسبه يعني. عندنا اغلى حاجه يجوز تقريبا ب 10,000 15,000 دينار، واللي اللي حد الربع، اللي هسه يجوز الربع ما حد يبيع فيه بالسوق، بس احنا نبيع فيه باكره بربع، دستة اوفر بربع يعني، سوالف رخيصه ما مو غاليه. زين يعني انتم عملكم هسه حاليا فقط يقتصر على مدينه هيت لو عندكم؟ لا لا، يجونا من عانا، من راوه، من حديثه، قرى هيت كله يعني، زويه، كبيس، البغدادي، محمدي، ابو طيبان، كلهم يجونا ويعرفونا ومعاميننا يعني من سنين. لا لا انا مو من 89 انا مستلم المحل. والله تقريبا الصعوبات مو قويه، لا ما زال انت الحاجه اللي تحبها انت تبدع بيها وما تخلي بيها نقص. الحاجه اللي انت تيجي تشتغل بيها وما تحبها ما تقدر تبدع بيها، مستحيل يعني. احنا كان محلنا عرضه 3.5 متر، تطورنا شويه كبرناه الى ان صار تقريبا يجي 6 مترات، هسه 12 متر طوله ما شاء الله يعني. ويا الزمن ويا الوقت، انت اذا تحب حاجتك تطورها، شي يريدون العالم انت لازم توفر لهم اياه، شلون ما لون هاي لازم توفر لهم هاي الحاجه. فاحنا هسه جاي نوفر من المستحيل، نعمل شيء اللي نوفره للشخص اللي يريد. ولذلك هسه اكثر الاحيان حتى نوبات ملابس معيوبه او فد شيء يجون نريد فكرتك، انطيهم فكره 90% مقبوله، وال 10% هذول واحد يعني. احنا كانوا اهلنا يشتغلوها يعني، والدتي، عمتي، رضيعتي كانوا هم يشتغلوها. هسه انا ما اشتغل انا اطرز، لا هسه ممكن نجيب ماكينه مال تطريز، ايه نطور التطريز. اكو شغلات مثلا طباعه، كتابه، هاي ممكن ايه احنا نسويها، مو بفد اشكال نعلم. وفعلا هسه ياسر تعلم كل شيء الموجود يعني، كطباعه، كعمل على القلاصات، شو اسمه الوشاح هو يطبع يسوي، الدرع هو يسوي، المسكه مال العروس يقدر يسويها، المسكه مال هدايا هماتين هم ينطيها، كلها عادي يعني. هسه الشغلات اللي نقدر نسويها كلها كتطريز شغل، لا شغل النسوان مو شغلنا احنا. بيت وريش اسم السادس لنا، جدي السادس يعني، مو مال هذا بس. بيت وريش هو جاء يعني من نزلنا من الولايه، هم هناك يسمونه بيت جهاد وريش كانوا يسمونه. هسه من نزلنا هنا بيت وريش مشت يعني. واقصد يعني كاسم محل، انا اقصد لك اسم المحل ايه يبقى، هذا جدنا ونفتخر به. اقصد انه انت ابنائكم واللي بعدكم متوقع انه نعم. هسه عندنا محل الاخ ثاني فتح بالجمعيه باسم محلات ابن اخويا، بس محلات بيت وريش بالجمعية مفتح محل ثاني نفسنا. نعم.
صار اسم مارك. إيه لا اسم ماركة ما نتخلى عنه، لازم ما نتخلى عنه. هسه تقريبا السوق تقريبا صار 60%، لأن ذاك اللقاء كنا 30% السوق، هسه تقريبا 60% 70% زين السوق الحمد لله، يعني أحسن من قبل 3 أشهر أو أحسن من قبل 4 أشهر هالشكل هذا. يعني بصراحة جت منظمات حركت السوق، هذا خلينا نكون واقعيين. يعني حركته ها جمعت مشاريع، شنو عندك مشروع تطوره، انطته 5 ورقات 4 ورقات 6 ورقات، نطت البغدادي ونطت الكبيس ونطت الهيت ونطت الزوية ونطت المحمدي ونطت باب طيبان، هذول اللي عندهم مشاريع صغار ما يقدروا يسووها انطتهم فلوس سووها، ولذلك السوق تحرك يعني بدأ يمشي. هذا اللي ما عنده ما قدر يشتغل اشتغل، فبدأ يتحرك السوق. إذا مو مشاريع ما يشتغل السوق، رواتب ما تمشي السوق، العامل أبو الطاسة هو الأول والأخير اللي يشغل السوق، غيره ما يشغل السوق. يعني هسه نطت الفلوس بعد فترة تنتهي الفلوس، بينما عامل أبو الطاسة تطور بناء، يعني يحرك السيارة يحرك الجامعة يحرك الصبا يحرك كل ما هو موجود بالحياة، هو عامل الطاسة. نريد مشاريع بناء، نريد مشاريع تطورية، نريد شغلات اللي صعد المستوى المعيشي للفرد الواحد، هي مو شغلة الناس كلهم موظفين، لا احنا بهيت يعني الموظفين مو كمية كبيرة بالنسبة لهيت، اللي كادحين على ايديهم نسبتهم تقريبا 40-50%. هذا اذا ما يشتغل ابو الطاسة ما يقدر يشتغل كل واحد، هذا يشغل حتى العربانة، يشغل حتى الطرطورة اللي هذا، يشغل حتى التخت، ويشغل الصباغ والحداد والنجار وكل. فأهم شيء الطاسة، نريد شغل مشاريع بناء على مود التطور. هسه المستشفى البعيدة مثلا الكبيرة لو مشتغلين بيها تاكل لفت بيها 200 عامل راح تهيئ 200 عائلة، مو هينة. إذا ماكو بناء ماكو يعني تطور، تتأثر لازم تتأثر. احنا وياها غير حالنا حال السوق، العالم اللي مثلا اذا صارت مشاريع هذا احنا نشتغل كليتنا، كل السوق يشتغل سوا، ومن نقعد كليتنا، يعني يبقى يجوز بس ابو المخضر، يبقى ابو المواد الغذائيه، وهسه كلفه المواد الغذائيه اضعاف الاضعاف صارت. يعني تنك الدهن كانت ب8 هسه ب16، هسه العدس الكيلو ماله صار ب2000 دينار جمله، يعني جريمه. زين هذا اللي ما عنده مشروع يشتغل به شيء وين التفت؟ يعني الأطباء إذا يريد يروح على أي طبيب يصرف له فد أقل شيء 50,000-60,000 دينار. زين هذا شلون؟ إحنا نريد مشاريع تنموية اقتصادية تنطي للبلد شوي دفع للأمام، الحالات الاقتصادية تصعد شوي، تحركه للسوق، تحرك العامل، تحرك أي شيء، أهم شيء العامل يشتغل، أهم نقطة هاي. إذا ماكو مشاريع تطوير العامل ماكو أسباب، ماكو مشاريع شغل، يعني ماكو مشاكل. والدولار نعم اثر كبير الدولار، لان هسه صار الصعود نطى فرصه للتجار اللي هم مستغلين هذه المكانات، نطى فرصه بحيث اذا هو صعد السوق 250 على الدولار زين، هسه قام يصعدون اضعاف، يعني ما يلتزم سعر الدولار، قام يضيف دولارات هو من عنده، وهذا مو صحيح. يعني احنا من كان الدولار 1000 وربع بيعنا أكثر من صار 1500، نعم بيعنا أكثر وإحنا مسيطرين والعالم تجي تشتري شيء. هسه الحاجة اللي أبيعها مثلاً ب1000 لازم أبيعها ب1000 وربع أو ب1500، مو صح. يعني ربح زيادة الدولار بالإضافة إلى التاجر ضاف النوب عليه ربح، فراح يصير مضاعف. أنا اتصالي بالمستهلك مباشرة راح يصير ضعفين الزيادة على المستهلك. والله الرسالة الموجهة للكل، انت لا تنتكل على تعيين او راتب، او حاول تحصل لك مهنة انت تحبها، ما لك شغلة انت
انا خريج هندسه لازم اصير مهندس او انا خريج زراعه لازم اصير فلاح. لا، مهنه انت تحبها روح اشتغلها، انت تبدع بيها، انت تتطور بيها، بس لا تظل قاعد. اهم شيء هي هاي النقطه. ثانيا تحرك يا اخي، لازم انت كشاب لا تظل قاعد. انا هسه خريج 92 زين، ومن الاوائل، وانقبلت بوظيفة عالية كنت بوقتها، بس ولكن ما داومت. انا كان الموظف راتبه مو ما يكفي. هسه انا اشتغلت بالمهنة هاي وانا خريج ومن العشر الاوائل، وعلى اساس انقبل هندسة وما رحت، ولكن اشتغلت بالمحل صاحب محل، وبقيت صاحب محل وطورته من ارضه 3 مترات ونص الى ان هسه صار ما شاء الله 12 متر واحنا عايشين به. عائلة ضخمة ترى، مو حي الله يعني 3 عوائل تقريبا احنا عايشين به، والحمد لله والشكر. لا اقول لك احنا فوق النخل ولا اقول لك جوه، عايشين والحمد لله، لا مطلوبين ولا نطلب احد، هاي الحمد لله والشكر.